الأستاذ عاطف فاضل عضو الجمعية العمومية لمركز شباب مدينة السوهاج وأحد الشخصيات المؤثرة في هذا المركز، إزاي شايف بعيونك يعني وتقييمك لليوم الرياضي الجميل وتجمع الشباب الكبير في مركز شباب يعتبر من أعرق مراكز الشباب السوهاجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بمناسبة تولي مجلس إدارة جديد للمدينة وهذا الصرح والعرس الرياضي العظيم وحضور تشريف السيد محافظ سوهاج وتشجيعه للرياضة، لأن الرياضة بتهدف إلى البعد عن العنف والتسامح ونوع المنافسة الشريفة بين الفرق، وإن شاء الله يعتبر نادي الساحة الشعبية بسوهاج نواة لتدعيم فرق سوهاج النادي الرياضي الكبير بحيث نقدر نوصل بمستوى اللاعبين للتمثيل في سوهاج في الدوري الممتاز إن شاء الله. كابتن شريف عبد المنعم عضو مجلس إدارة مركز شباب مدينة السوهاج، أمال وطموحات كبيرة بيحملها مجلس الإدارة الجديد، عايزين نطمن جمهور سوهاج وأيضا أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب مدينة السوهاج. والله في البداية يعني بسم الله الرحمن الرحيم، المركز هنا مجموعة من أعضاء مجلس إدارة كويسين جدا، كلهم شباب كلهم رياضيين في مختلف المجالات، واحنا فترة صغيرة جدا حوالي شهر ونص عملنا حاجات مثلا ممكن تتعمل في خلال 5 سنين، والمركز هنا مركز كبير وعريق يعتبر من أقدم مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، متأسس سنة 43 والنادي هنا فيه 11 لعبة بتشارك في كل المستويات ناشئين وفرق أولى بطولات المناطق والجمهورية، وبطولة الجمهورية مراكز الشباب اللي هي تنطلق من سوهاج النهاردة دي يعني تشريف المحافظ لينا والقيادات الرياضية ان هي تكون تختار المركز يبقى شرارة الانطلاق منه، فده تشريف لينا كويس جدا جدا، ومطمن الناس المجلس الإدارة حريص ان هو يرتقي بالمركز بمنشآته وبالجميع الانواع الالعاب الرياضية والنشاط الاجتماعي والنشاط الثقافي، وعندنا برضو نشاط علمي وربنا يسهل ان شاء الله بامر الله. استاذ عاطف، كلمة منك لكل الشباب المشارك في هذه الدورة. احنا بنشكر المجهود ان اغلب الشباب اللي في هذه الدوره مجهود ذاتي ودعم ذاتي ومجهود شخصي منه هوايه وحبا في اللعبه، وليس فيش ده اي دعم خارجي، وعشان كده يعني اللاعب اللي بيلعب فعلا في اي فرقه من فرق مركز سوهاج هوايه نابعه منه اول واخير. كابتن شريف طبعا وانت احد حراس المرمى المتميزين في تاريخ محافظه سوهاج، عايزين نطمن الجمهور عن الوضع المستقبلي للفريق الاول لكره القدم، وهل سيشارك في دوري القسم الرابع هذا الموسم ولا هيكتفي بدوري مراكز الشباب؟ والله احنا في مجلس اداره شكلنا لجنه للكوره بالمركز من كابتن مصطفى لطفي وكابتن احمد عبد الحق وشريف بدوي، وعملنا تقرير كويس عن فريق الكوره وان شاء الله سجلناه في القسم الرابع، وده هو الفريق الاول بتاعنا، واحنا بنحاول بقدر الامكان نوفر له كل الدعم من امكانيات ماديه معنويه، واحنا مع الفريق مش سايبينه خالص يعني. شكرا لحضرتك. شكرا.